المنافسات كانت شديدة جدا خلال الموسم ما بين سبورتينج ومدينتي. سبورتينج حائز على اللقب آخر 3 سنوات، ومدينتي كان منافس قوي لي السنة دي، فبعد 3 أو 4 جولات كانوا متعادلين في النقط، والمركز الثالث كان لبالم هيلز. المنافسة حسمت في الجولتين 7 و8، وسبورتينج انفرد، أو زي ما بيقولوا يعني انفرد في القمة لوحده، وكان المنافسة على المركز الثاني كان فرق 10 نقط، اللي هو ترتيب 1 في الجولة. وكان برضو يعني بالنسبة لي كانت حسمت لمدينتي بسبب ان الجولة الأخيرة بتتلعب في ملعبهم، واللعيبة بتوعهم عارفين الملعب، فنتيجة كانت شبه محسومة يعني سبورتينج مدينتي بالم هيلز. اللقب الرابع لينا على التوالي، وان شاء الله نحاول يعني نفضل محافظين على اللقب. هو الدوري المصري يعني دوري ده حاجه الاتحاد كان عملها من 4 سنين، وكانت حاجه كويسه جدا، بحيث ان هم يحاولوا ينموا اللعبه ويقربوا الناس لبعض. ويعني من الحاجات الكويسه ان مدينتي من النيو كلوبز اللي فتحت في مصر دلوقتي، او بقى له تقريبا 2 3 سنين موجود في مصر، ممكن اكتر انا مش متذكر قوي يعني، بس من النوادي اللي بتهوست حاجات كتيره جدا، والملعب بتاعهم كويس جدا، ويعني الصيانه بتاعته والمينتيننس كويسين جدا الحمد لله. اكتر مدينين بيطلعوا لعيبه، واللعيبه دي بتبقى موجوده اللي في منتخب مصر للجولف، هو نادي سبورتنج ونادي الجزيره. ولو هتلاقي ان احنا اكتر ناشئين بيطلعوا من عندنا من نادي سبورتنج، واحنا دايما محافظين وبنبقى دايما واخدين بالنا ان احنا دايما نواظب على البطولات ونبقى في واخدين فيها اي مركز، بس نطلع كسبانين حاجه. الدوري فيه 9 فرق، كل فرقه ليها ملعبها، فبنلعب مره على ملعب كل فرقه من الملاعب، فدي فرصه كويسه قوي ان انت تخلي الناس اللي عايشين في غرب القاهره يلعبوا في شرق القاهره، والناس اللي في شرق القاهره يلعبوا في غرب القاهره، ففرصه كويسه ان تتعرف كل الجولفرز اللي في مصر، كل الملاعب اللي موجوده في مصر، فدي حاجه كويسه جدا. الملاعب عندنا ملاعب عالميه، انت حضرت معانا قبل كده بطولات انترناشونال اللي احنا بنعملها، فالفيدباك عن البطولات وعن الملاعب عندنا حاجة هائلة جدا، واحنا بصراحة فخورين جدا بالدور اللي بيقوم بيه الاتحاد المصري في تنمية اللعبة ما بين الجولفرز اللي هم موجودين من زمان، وما بين كمان الجونيور والناس اللي طالعة وبيقدموهم جداد للعبة، فده شيء كويس جدا.